تزوجت اللي هي ماليا بعد تقريبا 3 سنوات من الزواج انجبنا طفلة اسمها دانا. وبعد هذه الفترة ايضا رتبنا ان نجيب طفل ثاني حملة طفل في شهر 5/2021 اصابت بفيروس كورونا عن طريق بنتها كانت خارجة تلعب برا البيت. فبعد 8 أيام تقريبا أو 7 أيام تأثرت وصار عندها التنفس صعب أن تتنفس، فاتصلنا في الإسعاف وأخذوها الإسعاف إلى مستشفى السلمانية. بعد 2 أو 3 أيام في الآي سي يو استاءت حالتها وصار صعب عليها التنفس فتوفت، وتوفى أيضا معها الجنين لأن الجنين كان عمره 6 شهور. ماليا إنسانة ذو تحب المبادرة وتحب فعل الخير. ماري هي عندها قلب واسع وعندها حب التسامح. كل هذه المبادئ مرسوخة في جذورها وفي دمها النابض في عروقها، اللي يعطي ويحب الآخرين وعنده حب الوفاء إلى والتسامح يخلد. وكانت دائما تذكر اسم البحرين بهذا الشعب الطيب. أنا أخاطبك وأكلمك بأن دانا سوف تحمل نفس أخلاقك وسوف تسير بنفس المنهج اللي أنت وضعتينا إليش في حياتك، فتكون في نفس المسيرة إن شاء الله. وأنا أيضا سوف أشعل شمعة تضيء في هذا المجتمع بكل عطاء أستطيع أن أقوم.